تفضل شيخ، عرفنا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي صلاح الشيخ، انا امام وخطيب وزاره الاوقاف المصريه، كلفني مع الوزير الاوقاف. انا اتولى مركز اللغات بمسجد الميناء في الغردقه، واداني توجيهات مباشره انه انت هتروح هناك، دورك الاساسي استقبال السائحين والزوار الاجانب والترحيب بهم واظهار الوجه السامح من الاسلام. الناس دي جايه وعندها مسكونسبشنز كتير، عندها حاجات مغلوطه عن الاسلام. لازم يشوفوا الاسلام الحقيقي، الاسلام المرحب، الاسلام الحضاري، الاسلام اللي يعشق الفنون، اللي يعشق الحياه، المقبل على العالم كله. الاسلام اللي مش شايف نفسه فوق حد ولا تحت حد، بيحترم الجميع وجميع المختلفين، ويؤمن ان لو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، لكن من حكمته ان يجعل كل الاديان متفرقه ومختلفه، وهذا تنوع يسري الكون. احنا الحمد لله عندنا المسجد زي ما حضرتك هنا شايف غني جدا بالزخرفه والنقوش الاسلاميه. عندنا فوق هنا كده القبه آية الكرسي مكتوبه بخط مزخرف جميل. السائح لما بيشوفها ونبدا نشرح الزخرفه دي والفن ده واصوله، وازاي انه الفنان المسلم يعشق الحياه ويبدع، مش مجرد انه بيكتب كلام، ده بيكتبه بطريقه فنيه لها اصول وقواعد وتتطور على مدى التاريخ، بيبدا ينبهر ويعرف ان الاسلام دين حضاره، مش مجرد صحراء وسيف وقتل للناس. الاسلام ليس هكذا على الاطلاق. جوله بنفرج السائح على المكت المصغر للمسجد ده يا فندم، خد بال حضرتك، ده طبعا باين فيه عدد القباب للمسجد، وباين فيه الميزانتين الكبيرتين والساحه الخارجيه في المسجد، ثم الساحه الرئيسيه لخارج المسجد زي ما حضرتك عارف. وطبعا احنا عندنا هنا البحر الاحمر، والجزء من المسجد مبني فوق الميه، هي البحر الاحمر مطل على البحر، بيشوف الفيو وبيعرف ان المسلمين حاطين المسجد في احسن مكان ممكن. دوله بنفرج السائح على المكت المصغر للمسجد ده يا فندم، خد بال حضرتك، ده طبعا باين فيه عدد القباب للمسجد، وباين فيه الميزانتين الكبيرتين والساحه الخارجيه في المسجد، ثم الساحه الرئيسيه لخارج المسجد زي ما حضرتك عارف. وطبعا احنا عندنا هنا البحر الاحمر، والجزء من المسجد مبني فوق الميه، هي البحر الاحمر مطل على البحر، بيشوف الفيو وبيعرف ان المسلمين حاطين المسجد في احسن مكان ممكن. لان زخرفه في الاسقف وفي الحوائط وفي الاعمده، حتى في الابواب معموله هاند ميد، وعدد ابواب المسجد 8 ابواب، اشاره الى عدد ابواب الجنه 8. فاحنا بنقول للسائح ان انت هنا في قطعه من الجنه، وانت هنا الله سبحانه وتعالى يسمعك وينظر اليك ويستجيب اليك بلا وسيط، ولا تحتاج الى واسطه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. Islam doesn't hate the Christians, the Jewish, the atheists or righteous. Just we want to tell what is the Islamic point of view. You know, it's totally free. So you will read here, inshallah, what are the evidences in Quran about the existence of God. At the same time, we have a lot of scientific facts mentioned in Quran. It was impossible, like 1,400 years before, during the era of Prophet Muhammad, Prophet of Muslims, to know all of these facts. Al-Quran, the book of Muslims, talk about the space, the gravity, how the sun moves and how the planets are revolving around, what are the stages of the fetus in the womb, his mom, all of these details.